به الهاشمي فرق دينية أصيلة ذات أصوات جميلة وعذباء، تنشأ هذه الفرق لتكون جاهزة لمدح وذكر رسولنا الكريم عليه السلام في ذكرى مولده النبوي الشريف. ففرقة طيبة الدينية من الخليل إحدى هذه الفرق التي تصغى لها الآذان وتمعن لها العين بطريقة نشيدهم المميزة. أين كل عام أن نحيي هذه الذكرى الطيبة بعمل مدائح نبوية في أكثر من موقع وفي أكثر من مدينة ومحافظة، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونشكر الإخوة في تلفزيون فلسطين على هذه الاستضافة، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق دائما وأبدا، وندعو كل مؤسسات البلد إلى إحياء هذا المركز الأثري الهام بكل الطرق الممكنة. أجواء من السعادة والألفة والمرح تملأ شوارع الخليل بهذا اليوم العطر، أصوات وألحان تمس صميم القلب تجعل لهذه المناسبة مكانا خاصا ممزوجا بالإيمان والذكريات. هبنا الله نعمة الصوت الجميل، وأتشرف بمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأتشرف بالانتماء أيضا لفرقة طيبة الفنية مدينة خليل الرحمن. بالنسبة لمدح النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرف عظيم، أوليناه كل الاهتمام في فرقة طيبة الفنية، وأتشرف أيضا شخصيا بأني مادح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا اليوم نصبوا معداتهم في منطقة بئر حرم الرام الأثري الذي يقتحمه المستوطنون مرارا وتكرارا ليشجعوا الناس على زيارته. تم إحضار فرقة دينية، فرقة طيبة، فرقة المدائح النبوية حتى تصدح بأصواتها الدينية في هذا الموقع، وبمناسبة مناسبة عطر على قلوب المسلمين والشعب الفلسطيني بشكل خاص، وهي مناسبة ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قامت بهذه الفرقة مشكورة بعمل باستمرار حوالي ساعتين وهي تصدح بحناجرها. فعالية منتظرة سيشارك بها المئات من المواطنين يوم الاثنين المقبل داخل أروقة وساحات المسجد الإبراهيمي الشريف، يتم فيها إلقاء الخطب المتعلقة بسيرة وحياة النبي عليه السلام تبث أجواء إيمانية روحانية جميلة. مثل هذه الفرق التي تستحضر المناسبات الدينية بحناجرهم الذهبية التي تصدح بالمدائح النبوية والأناشيد الدينية في حضرة ذكرى الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، فكل عام وأمتنا العربية والإسلامية بألف خير. من بئر حرم الرامة وسط مدينة الخليل، عزمي بنات، تلفزيون فلسطين.